لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. طيب نرجع بقى للكورة، يعني ناخد الكورة الأول كده، وده مهم جدا. أنا ما عنديش مشكلة مع الكارتيرون خالص نهائي، كارتيرون معاه مشكلة مع نفسه، أنا اللي جبته وهو اللي مشي تمام، وأمير قاعد معاه امبارح، والراجل ابدا بصراحه يعني حسن النيه انه عايز يقعد معايا وعايز يكمل، ما عندناش مشكله خالص، بس يبعد عنه الولد اللي اسمه حازم ده، لان ما فيش حد هيفرض على الدوله وجماعه عموميه مين يجي رئيس نادي، اصل لو جه مرتضى كارتيرون هيمشي، ده كلام فيه قله ادب، ما ينفعش يتقال، ما ينفعش يتقال مع نادي كبير محترم. مش انت يا ولد يا اسمك حازم يا سمسار اللي هتقول مين يقعد ومين يمشي، مش انت ومش معايا انا. فالراجل ابدا يعني الظاهر ابدا نيته، واحنا وراه بندعمه تدعيم كامل، احنا مش عايزين اي قلاقل لغايه الانتخابات ما تيجي، بندعم الفريق بندعم كل اللعيبه واقفين وراه، بس هيحصل انضباط لن يسمح بالمهازل اللي بتحصل في الفنادق، لن يحدث وانا موجود شلالية، لن يحدث معلمين جوه الفريق، انسوا الكلام ده خلاص، دي كانت فترة فوضى خلصت، احنا كل اللعيبة عندنا زي بعض، بدءا من شيكابالا اللي انا مرجعه، مش مرجعه للنادي، مرجعه الحياة الرياضية بعد ما بطل وقعدوه تمام، كل اللعيبة عندي سواسية، ولن يسمح مع احترامي الشديد للتمرين ان حد يحضر، خلصت القصه دي، والاخبار طالعه من النادي وبث مباشر، مع يعني احترامي ليكم طبعا كلكم، ده ممكن يعني يضايق البعض فيكم، لكن مش هحصل الكلام ده خلاص، زي الاول تمرين كان بالظبط واحد بيعمل عمليه في اوضه العمليات، عمرك شفت واحد بيعمل عمليه في اوضه العمليات، ام البتاع اللي بتعمل العمليه تخش وقاعد تتفرج، وده هنقعد نهزر، مفيش كلام ده، خلص وانتهى. ايوه في مدرب عام ومدرب مساعد، خلاص قصة منتهية، وبالاتفاق مع الراجل هيتعرض عليه مجموعة أسماء، وهو يقول أنا أفضل أشتغل مع مين، إنما اللي بيدير النادي بيرقصه رئيس نادي ومجلس إدارة، القصة القديمة فاتت، هيجي مدرب عام ومدرب مساعد، إن شاء الله بعد الماتش هنقعد يوم الجمعة ونعرض عليه الأسماء يختار تمام. الجهاز الإداري اللي شغال هيقعد، اللي مش شغال هيمشي، كلام واضح يعني، فعلا في ناس معرفش دول مين وجيهم امتى خالص. احنا عملنا لجنة لقطاع الناشئين، انا لما شفت كشف قطاع الناشئين لن يسمح برشوة، تاني برشوة او تحسيس او اي قلة ادب في هذا القطاع، مش هسمح بيه. كلفنا اسماعيل يوسف وحماده انور الاثنين بيراجعوا، والقطاع كله هيتغير وهيجي ناس بتتقي ربنا، موهبتك مش امك، هي موهبتك، كلام واضح، موهبتك مش تصليح عربيه، موهبتك مش عشان بتحلق عند فلان، موهبتك. الولد اللي اسمه عمر اللي طردوه بسبب ده، طبعا كل ده هيرجع، قلت له من فضلك يا فندم انا مش جاي اتكلم في قضيه شخصيه، بعدين سيادتك انا بتكلم بصفه عامه، هذا نادي محترم والمفروض يبقى قطاع محترم، مفيش حاجه اسمها يبقى راجل مسؤول عن قطاع وعامل اكاديميه، الكلام ده مش عندي، وكل اللي بتكتبوه وتقولوه عندي واصل، واحنا داخلين على انتخابات ولا تفرق، المهم الزمالك واللي فيه تقوا ربنا، واللي معايا ابنه واخوه وابن خالته وابن عمته، ايه ده؟ وايه الناس دي كلها؟ وكل الناس الغلابه اللي تحت دول اللي بقى لهم سنين مرتباتهم تحت، والبهوات اللي مرتباتهم زادت 40 و50، الكلام ده مش عندي خلاص، مش عندي. واللي مش عاجبه اتفضل. وحدك لو نزلت انتخابات يبقى روح عيلتك وسقطني، ما عنديش مشكله. ده بالنسبه لقطاع الناشئين.
بالنسبه للنادي بقى، انا شكلنا لجنه برئاسه المستشار احمد جلال ومعاه الكابتن اسماعيل يوسف امين الصندوق ومعاه الاستاذ علاء مقلد المدير عضو مجلس الاداره والمدير التنفيذي وشريف حسين النائب بتاعه ومعاهم احمد مرتضى ومعاهم المستشار محمود خالد المستشار محمود عسال. مفيش بني ادم انظلم وافتروا عليه في السنه اللي فاتت مش هيرجع شغل، كله هيرجع شغل. اي بني ادم اتعين مجامله او اترقى مجامله او زاد مرتبه مجامله الغي. اي واحد تم نقله او فصله او خفض مرتبه انتقام هيرجع زي ما كان. مفيش هزار. اللجنه شغاله من امبارح، مفيش حد هيظلم وانا موجود ومجلسي موجود. انسوا. كان في افتراء. افتراء حسين السمري على طارق جبريل، لو اوريكم دلوقتي ان هو يعني بيكذب دلوقتي بيقولوا المستندات. خلاص؟ لن يسمح بده. يعني ايه يا اخي واحد يبقى محامي في شؤون قانونيه شغاله في فرد امن؟ يعني ايه؟ يعني ايه بنت كانت لا مش عارف على صفحه معينه عامله مش عارف ايه حاجه مقرفه ونفصلها ترجعها؟ يعني ايه؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه تعين يا حسين السمري 2 سكرتاريه عندك؟ وطارق جبريل 2 سكرتاريه ومش واد اسمه خالد 2 سكرتاريه، ايه ده؟ وتقول لي النادي فلس من ايه؟ وعلى فكره الاخ حسين لما على فكره حسين السمري ليه ملف بعدين هنبقى نطلعه للناس نيابه اموال العامه العليا مش انا. كان عنده بال50 جنيه يعني مش 50 جنيه بس لا يعني واحد يجيب عجل للنادي يضرب فاتوره والراجل هو اللي جاب العجل. يعني مثلا محمود سعد مره جاب وضرب فاتوره ان هو على حساب النادي وخد فلوسها حاجه كده رخيصه يعني. عامل ليه 50 جنيه جه في النيابه قال لهم ما خدهمش هو اللي خدهم بس اوريكم الرخص اللي احنا كنا فيه. بيقول لك احنا سايبين النادي مش عارف 14 مليون. بص هو كان في 10 مليون فقال لك ندمرهم قبل ما يجي المجلس فطلع الشيكات بيهم ايه فرتكه. كلمت انا الواد بتاع الماليه قلت له لو طلعت شيك منهم هتبقى بره. ما عنديش هزار. بحذر شيك واحد فتوقف الشيكات. خلاص؟ طب ما انا كنت سايب 25 مليون وتاني يوم الوزير جاب لهم 100 مليون اللي قال عليهم من الشركه الراعيه كان 110 عندها. خلاص؟ وتاني يوم جه 23 مليون من افريقيا اللي هو المركز الثاني. وانتوا بايعين عرضوا مصطفى ب 36 مليون وبعتوا محلاتها سايبها لكم زي ما حسين لبيب قال ب 60 مليون وخدتوا قرض من البنك 70 مليون وبعتوا لعيبه وعرضوهم بحوالي 40 50 مليون. الفلوس دي فين؟ ولميتوا اشتراكات 60 مليون لا 70 مليون فين الفلوس دي؟ هذه كل واحد بص انا مش هتسال اتكلم على الماضي. في لجان بتشتغل وزاره جت سلمت وفي لجان احنا شكلناها ومفيش حد يرتكب خطا في نادي الزمالك الا هيتحاسب بالقانون. احنا جينا ننتقم من حد ولا نصفي حسابات مع حد ولا كامل الفرد كله خالص. احنا جايين بنقول عايزين نشوف بكره الزمالك محتاج كلنا نقف. الحمد لله السله اللي غلبت من التامين رايح جاي امبارح كسبت وفوضنا احمد عادل فتاح بقى مسؤول عن السله واليد القطاع بتاعه كل واحد بقى خد ايه مكانه. احمد مرتضى مسؤول تماما قدامي وقدام الدوله والجمعيه العموميه والجماهير عن استاد الزمالك وعن نادي 6 اكتوبر مسؤول تماما ان شاء الله خلال سنتين واحنا عارفين الدعم هيجي ازاي وهنعمل ايه تمام. واللي بيقول لك سابوا النادي ومش عارف مين لا التخصيص ده كان ممدود من لما كنت انا موجود. احترم طبعا سياده الرئيس انه لن يسمح ان نادي بكيان نادي الزمالك يروح منه ارض انا اللي جايبها على فكره. دكتور كمال درويش ضيعها، ممدوح عباس ضيعها، انا اللي قابلت السيد وزير الاسكان وانا اللي جبت ال 129 فدان بطلب مني رسمي. فده اللجنه شغاله وهتشوف اللي اتظلم هيرجع. الفوضى في التعيينات، الفوضى في المرتبات، واحد كان بياخد 7000 يا جماعه بيدوله 30000 بمناسبه ايه؟ ده انت مفلس. مش انت بتقول انك مفلس زي الاخ طارق لما طلع قال ايه؟ يا جماعه النادي مليان فلوس، ما انت كنت لسه فضحنا.